أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ولكافة الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليهم أجمعين ولسادات أصحاب رسول الله رضي الله عنهم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليهم أجمعين. شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والعارفين والمجتهدين والمفسرين والحدثين المحققين ولجميع أوليائك يا الله خصوصا في ولاية المندلين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا أهل سلسلة قدري ونقصبان يا سلطان يا أولياء يا ربان كتب العارف السمدني سيد سي محيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سي أبو قاسم جنيدي البغدادي سي أحمد خاطر سنبش سي عبد القارم تنارى سي ممنم تنارى سي أنجان سي أحمد سي سوريا سي عجي شغرى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى حضرة سلسلة السمانية شي عبد الكريم المداني سي حسن الصزاني وخصوصا إلى شي مهر الرفاعي وخصوصا إلى حضرة شي مهر البيضاوي وخصوصا إلى حضرة شي عبد السلام المسيسي وخصوصا إلى حضرة شي عبد الفاكي المقدم وخصوصا إلى حضرة زيني عبد الغاني وخصوصا إلى حضرة شي حبيب عمر بن عبد الحافظ. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى روح شيخنا الشيخ حاجي شكرا بن مرقة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وقربتنا وأهلنا وقومنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا لإخواننا في فلسطين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا لحاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلية إن يرني الرحمن بضر لا تغن عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ظل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما ينتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرقهم فلا شريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من عجلاس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم هاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق فلا ينكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حي ويحق القول على الكافرين أولم ير أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ولنفسك وزنة عرشك ومداد كلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول 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 الله،
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورسولك في جهات الشهداء mahalul qiyam. Jong-jong kita santang gini, Mak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ibadallah rijalallah أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله ويا أقطب ويا أنجب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى
بفضل الله سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أعوننا لله عسانا زوب بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا ذو بفضل الله بكشف الحزب عن عيني ورفع البين من بيني وتمشي الكيف والأين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظوا بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه جو كده إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين يا شيخ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في وقوة وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتقضى به الحوائج، وتقضى به الحوائج، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه بعدد كل معلوم، بين كل نفس وكل معدوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد يا أحمد يا أبا القاسم، كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد يا أحمد يا أبا القاسم، كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد يا أحمد يا أبا القاسم، كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد يا فتاح، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمة والرحمة، وعلى آله وصحبه وسلم، والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين، من الحلال مرزوقين، وعن الحرام معصومين، وفي الجنان منعمين، وعن النيران مبعدين، وإلى وجهك ووهجهك نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ناظرين متمتعين، ردنا يا الله، ردنا يا الله، ردنا. اللهم إليك مردا جميلا، اللهم إليك مردا جميلا، اللهم إليك مردا جميلا، ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سير الحياة ولا عند الممات، ولا قبل ولا بعد قيدا ولا سبيلا، واصبنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وتقبل منا من فضلك وكرمك وقبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرنا وكبرنا وهللنا زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين، وعلى آله كل والصحابة والقرابات والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. أربعة أئمة مجتهدين ومقلدهم في الدين، والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وقرأتها هنا بشباب وتن والقرآن من أجلهم وجهاتهم من أنت علو بهم وأسمعهم يا مولانا يا رب العالمين، من رجع وقرب من أموات المسلمين كافة آمة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم الجميع برحمتك، واسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودارك وكرامتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم الصلاة عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راد أن ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على الصغيرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا يا الله عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آبائي وأخواني من النبي والمرسلين وإلى ملائكة المقرب والقربين وإلى سادات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي علي رضي الله عنه كل ولي وولية رضي الله مشارق الأرض ومغارب بر وبحر أينما كان وكان كائن من علمك حلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين وتقبل واغفر قرأنا هادية منا ورحمة نازلة واسلة حضرة حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخوة من الأنبياء والمرسلين صلاة سيدنا رسول الله والملائكة المقربين ولجميع الأولياء الله مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا يا الله لروح شيخنا شيخ هادي شكرا بن مرقا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ومشي مدخله واجعل الجنه مسواه اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبره حفره من حفار النيران اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ولاخواننا الذين سبقونا الإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتقبل وسوس وقرأناه هادية منا خصوصا لروحنا أبينا حاجي جلال بن مريم حسن حاجي فهر بن مريم حسن حاجي مغتر ولجميع أمواتنا من أولادنا وأزواجنا وقومنا وبناتنا وقومنا وأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من رحمتك يا أرحم الراحمين وسبى مثل ثواب جهنك يا الله لجميع أوليائك وملامائك خصوصا في ولاية المندلين خصوصا شيخنا شيخ مصطفى حسين وخصوصا لروحي شيخ عبد الحليم خادم وخصوصا لروحي شيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن وخصوصا لروحي يا الله شيخ عبد الحليم بن عبد المطلب غفر الله له ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين الفاتحة على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ويا مجيب التائبين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة وبهيبة الفاتحة وبحرمة الفاتحة اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين والصابرين والشاكرين والمخلصين والمفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا يا الله
أبواب العلوم وأبواب الرزق وأبواب الصحة والعافية وأبواب السلامة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب النور وباب النور وأبواب الإيمان وأبواب المعرفة وأبواب الإسلام وأبواب الفهوم لي ولوالدينا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا هدي يا هدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحيم وأنت خير الراحمين. افتح لنا يا الله أبواب النظر إليك ووجهك نبيك رسولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب الحل والحرام ويا رب المشعر الحرام ويا رب زمزم والمقام بلغنا على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صاحب الوسيلة السلام عليك يا صاحب الفضيلة السلام عليك يا صاحب القرآن السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا أبا فاطمة الزهراء السلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزخرنا وملازنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. Angkat madah. Okay, minute.